يسرنا هذه المرة أن نلتقي المخرج الإماراتي الشاب نواف الجناحي الذي جاء محملا بتجربته ظل البحر. أهلا وسهلا بك. مرحبا فيك، الله يخليك. عمي شو أخباره؟ الحمد لله بخير. وأنتي شو أخبارك؟ إلى أين وصلت السينما في الإمارات العربية المتحدة؟ المشهد السينمائي الإماراتي في الإمارات بدأ من يعني فترة بسيطة جدا، احنا قاعدين نتكلم على يمكن 10 سنوات او 11 سنة. الحركة السينمائية الإماراتية بدأت في 2001 فعليا، يعني كان في قبلها محاولات بسيطة لكن كانت دائما متناثرة ومتباعدة. اليوم لما انظر انا الى 2001 واشوف الى اليوم 2012 شو صار، احس ان في قفزات إيجابية كثير صارت. يعني الأفلام الإماراتية قاعدة تلف بشكل جدا مؤثر نوعا ما في المهرجانات الدولية الكبيرة والمهمة، سواء أفلام قصيرة وأفلام طويلة. نبيتي بنات خاف الله فيهم، بس لكن أخرتها واحد زبالة يمد يدي على اختلاف. ظل البحر، هذا الفيلم الذي أخرجته نواف، هل هو كان شاهداً، كان متفرجاً على المخاض الذي مر به عدد من دول الربيع العربي؟ الثورات العربية بشكل عام هي عبارة عن تكثيف لحالة أنا أعتقد أن هي قاعدة تصير في الوطن العربي بشكل تدريجي صار لها سنوات، اللي هو تكسير البيئة المتعارف عليها، تكسير بعض الأفكار اللي قاعدة يعني تحبط شوي من فكر التطور ومن فكر كيف ان احنا نجدد في الحياه الثقافيه والحياه الابداعيه عموما في اوطاننا العربيه. فهذا اعتقد حراك جدا مهم وقاعد يصير صار له سنوات طويله، لكن الثورات العربيه كانت مثل ما تقولين موجه كبيره جدا ساهمت بشكل كبير في الجانب هذا. فصار تكثيف وصار انطلاق يمكن في بعض الدول صار فيها الثورات بشكل محدد وانفجرت، يعني حتى الطاقة الثقافية والإبداعية والفنية انفجرت بشكل كبير لما تشوفين اللي قاعد يصير في تونس وتشوفين اللي قاعد يصير في مصر تحديدا مثلا. فنحن بطبيعة الحال أقول لك الحراك هذا متوزع على كل الدول العربية بشكل عام، لأن أعتقد الوطن العربي صار يعني مثقل بهموم كبيرة جدا صار له فترات يعني طويلة، وفعلا الدماء الجديدة والشباب يعني خلاص بدأوا يحسون إنه لا لازم نحاول نكسر هالأشياء ونجدد في طاقاتنا ونجدد في أفكارنا ونجدد في ثقافاتنا. خلينا نركز على ظل البحر، ماذا أراد أن أقول من رسالة؟ يعني مثلا في ظل البحر إحنا أنا شخصيا من الناس اللي يعني في هذا الفيلم حاولت ان انا اراوي صوره اخرى عن دوله الامارات، لان في صوره نمطيه للاسف موجوده سواء داخل الوطن العربي او حتى يعني دوليه، لكن الامارات اكثر تنوعا واكثر عمقا واكثر ثراء من هذا. ففي هذا الفيلم احنا قاعدين نشوف طبقه يمكن مهمله تماما ما حد يشوفها، قاعدين نشوف ناس اماراتيين لكن مش في الوضع اللي هو متعارف عليه، مش هم الناس الاغنياء، مش هم اللي عايشين في فيلا كبيره، مش هم اللي عندهم سيارات فارهه. وهذا حقيقي، هذا جزء معاش اليوم موجود في الإمارات. لا تنسين هذا زواجها الثاني، ما بتتشرف. صدق الريال من العين؟ نواف، هنالك من يعتقد أن على الشباب مسؤولية في تسيير العلاقات ما بين الشرق والغرب، وهنالك أيضا من يعتقد أن المسافة ما زالت ليست بالقصيرة ما بين الشرق والغرب. هل تتفق مع هذا القول؟ وإلى أي مدى يمكن للشباب أن يكونوا جسراً حقيقياً بين الشرق والغرب؟ أنا مو شايف ليش المفروض يكون اللوم على الشباب بأي شكل من الأشكال، ولا حتى على إذا جيل قديم. يعني أنا مو شايف أن المشكلة لازم توجه على حد. أنا أعتقد الإشكالية صايرة في الثقافة العامة بشكل عام، اللي هي قلت انبنت على نوع معين نمطي من التفكير سواء من المجتمع العربي أو من المجتمع الغربي. اللي هو الحل أنا في وجهة نظري بسيط جدا، نحن لما نتكلم على الثقافة والفن في دول كثير عرفناها من خلال فنهم، من خلال ثقافتهم، من خلال نشرهم لأفلامهم مثلا، بدام إحنا قاعدين نتكلم على السينما. وهذا اللي رجعني للمشكلة اللي أنا أتكلم عليها، مشكلة التوزيع. ليش في ناس كثير عندها أفكار مغلوطة عن الوطن العربي بشكل عام، سواء الإمارات سواء مصر سواء الجزائر سواء أي دولة.
لأن أفلامنا ما قاعدة توصل بشكل كافي للمجتمع الدولي بشكل عام. فهل هذه وسيلة ممكن نحقق فيها هذا التوازن؟ طبعاً. فمن كذي أنا قاعد أقول إن الأفلام هذه لازم توصل بشكل أو بآخر، لازم نوجد حلول لمشاكل التوزيع، والمهرجانات قاعدة تحاول تبذل يعني جهد في هذا الجانب ولو إن هو جزء بسيط. لكن إذا قاعدين نفكر بشكل أوسع إن كيف نخلي الثقافات تتلاقى، أنا أعتقد أكيد الثقافة والفن والسينما تحديداً يعني أدوات مهمة جداً في هذا الجانب. أبوي بيخليني أسير الجامعة؟ أنت تبغين؟ ما شاء الله عليك منصور، كبرت كلها كم سنة وأمك تشوف لك عروسة حلوة في هدف راسك؟ إلى أي مدى تكون السينما قادرة على صناعة التغيير؟ السينما أعتقد مؤثر كبير جداً في الوجدان البشري، لأن أنت لما تشوف فيلم يعني أنت مو قاعد تشوف، يعني أنت قاعد تدخل في عالم خاص جداً، وقاعد يعني سمحت لمشاعرك أن هي تتحرك من خلال هذا العالم. بهذا المعنى كل فيلم محرك فكري، محرك نفسي، محرك وجداني أقول لك. فبالتأكيد يعني هل هو يعني هل السينما أداة فاعلة في هذا الجانب؟ بالتأكيد. في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر ضيفنا العزيز نواف الجناحي، المخرج الإماراتي الشاب وصاحب فيلم ظل البحر. ولكم مشاهدينا تقبلوا أطيب المنى وأرق التحيات. إيش تباني أسوي؟